وصارت تحكي لنا الإدارة إنه ب17 إحنا معنا الضوء الأخضر نعمل إيش بدنا، اللي بدنا إياه داخل المعتقلات. يعني هذا نوع من الانتقام بحق الأسرى والأسيرات. في إجراءات تعرضنا لها، أول إشي أول إجراء كان سياسة إجراء القمع، العزل الجماعي. إحنا كنا معزولين داخل غرفنا، ما كنا نطلع على الساحة بالمرة، بس كنا نطلع نتحمم 10 دقائق لأنه حماماتنا خارج الغرف ونرجع على الغرفة. مارسوا معنا كمان سياسة التجوع والتعطيش، قلصوا الأكل، صار كمان في اكتظاظ كثير كبير داخل غرفنا. يعني الغرفة اللي كانت 9 4 أسيرات صار فيها 7 و8 أسيرات، وما احترموا خصوصيتنا كنساء بالمرة، بالعكس تعامل معنا بطريقة كثير وحشية. وكانت طبعا ذوق طعم الحرية اللي هو عن جد أحلى إشي، أحلى شعور ممكن الواحد يشعره. بتمنى كل الأسرات والأسرة نفس الإشي، وبتمنى كمان أنه صح أنه في فرحة بس برضو في ألم على الأوضاع اللي بتصير في غزة. فأنا لحديت لحظة ما وصلت البيت ما كنت مصدقة أنه أنا مروحة غير توصلت البيت. والإشي الأصعب كان لحظتها انه انا من المسكوبيه للبيت، اللي جابني جيب شرطه، وكان بس مسموح انه حدا من اهلي اللي هو ابوي يكون يجي ياخذني، بس ما كلبشوني. كانت في شرطيه بيني وبين ابوي، فانا بحكي لابوي لما ركبت بالسيارة، بحكي له يابا معقول أنا مروحة على الدار؟ فعطول هي الشرطية صارت تحكينا اسكتي فيش حاجة تحكي معها. فهم يعني خلال الطريق ربع ساعة ما قدرت ألمس أبوي، ما قدرت أحكي مع أبوي غير توصلت باب الدار عندنا.